من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، ببية الحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. متباركين إن شاء الله مشاهدينا الأفاضل، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء المقدسة. هنيئا لكم هذه الأيام وهذه البشارات في ذكرى ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا من هذا الموقع المبارك، المنبر الشريف من بين الحرمين الشريفين ومن بيت الحسين عليه السلام، نزف لكم أجمل التهاني والتبريكات بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله في العاجل القريب من رواد وزائرين قبره الشريف، قبره المعظم، اللاثمين والمقبلين أعتابه، وإن شاء الله من الذين ينالون شفاعته يوم المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن عبر هذه التغطية المباشرة والبث المباشر أيضا في لقطات مباركة، ننقلكم إلى قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لكي نتبرك بهذه المناظر الخلابة. فعلا المنظر الرائع والجميل لقبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تكتحل أنظارنا بهذه الصور المباركة، ونشكر مخرجنا الكريم ينقلنا في هذا البث الحي المباشر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى ولادته إن شاء الله. لذا نتوجه إليك يا نبي الرحمة، يا من بعثت للأمة وللعالم أجمع رحمة وسلام وإصلاح ومنقذ أيضا، ونقول من بيت الحسين ومن عند الحسين ومن بين الحرمين الشريفين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى آتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين. أيضا نزف آيات التهاني والتبريكات إلى جناب رسول الله، إلى محيى مولاي وسيدي الإمام المنتظر سلام الله عليه بهذه الذكرى الجميلة، وذكرى ولادة الإمام الصادق المرادفة لذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا لكم إن شاء الله يا رب نرزق بهذه المناظر، نزور قبر سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام إن شاء الله. الله لا يحرمنا من هذه المشاهد المباركة، المشاهد الجليلة، ويجعلنا إن شاء الله دائما ثابتين على خطاهم وعلى نهجهم. بعد هذه الزيارة المباركة إن شاء الله، ودعينا لكم وذكرنا، نتمنى كنا إن شاء الله نكون من الطائفين الزائرين، الطائفين حول قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا رب إن شاء الله كل شخص عند هذه الأمنية، وبعد ما حرمنا على مدى سنتين بسبب جائحة كورونا والظروف اللي مرت بواقعنا مع الأسف، إن شاء الله ترجع الحياة إلى واقعها السابق، الواقع الجميل، لكن إن شاء الله بواقع أجمل وبلحظات أسعد إن شاء الله. كل إنسان مؤكد يكون
عند محضر أهل البيت ويسير على نهج أهل البيت، شيء أكيد هذه سعادة ينال بها الإنسان، سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وانطلاقا من الآية الكريمة إن شاء الله اللي نتلوها على أسماعكم، التي تقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذه الآية الكريمة مشاهدين الأفاضل تأتي كلمتي ربما الإنسان المؤمن يتساءل فيها، ربما نرى فيها بعض التناقض، إنه كيف يكون هنالك بشارة وهنالك إنذار وبكثير من الأمور. إذن هذه الإنذارات وهذه البشارات طبعا تكون شاملة لكل من تتلى هذه الآية الكريمة ولكل من يسمعها، لكن هنا البشرى هي للمؤمنين والنذارة للكافرين: لتؤمنوا بالله وبرسوله وتعزروه وتوقروه. اليوم نريد نعرج على هذه الكلمات العظيمة، الكلمات التي الله سبحانه وتعالى أنزلها بحق نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم احنا نشوف في واقعنا لما نختلط مع كثير من الناس، في كثير من المجتمعات، كثير من الفئات اللي تكون عقولها وثقافاتها شيء أكيد متفاوتة بالثقافة، بالدين، بالعلم، وبكل شيء، حتى بأساسيات التربية، أساسيات العلم، أساسيات الاجتماع. كل شخص لابد أن يكون تفاوت بينه وبين الآخر، وأيضا هنالك تفاضل بين الناس. لكن خلينا نشوف هذه النذارة وهذه البشارة لمن تكون. إحنا ذكرنا أنه هذه البشارة تكون للمؤمنين، والنذارة تكون أيضا للعاصين المصرين على معاصيهم، المصرين على أنه بعدهم عن الدين. لكن تأتي هنا: يا أيها الرسول انذر وبشر، انذر الذين عصوا الله بالعقاب الآجل والعاجل، كان في الدنيا أو في الآخرة. لكن الأمر اللي يريد نعرج عليه إن شاء الله هو أن تعزروه وتوقروه، هذا من باب الاحترام. أيضا الاحترام هنا ليس فقط لشخص الرسول في الآية الكريمة، هذا الاحترام والتوقير يأتي أيضا باحتراما وتوقيرا لأهل بيته عليهم السلام. اليوم إحنا محتاجين للآداب اللي نستخدمها ونداولها مع أئمتنا. هسه ربما يشكل علينا بعض الأشخاص اللي الناس من بسطاء العامة، كيف أنه إحنا هذا الإمام إمام معصوم، ممكن أنه يسمع حوائجنا وممكن أنه يسمع كلامنا، لكن لازم يكون عندنا روح حضورية، أنه نعرف أنه الإمام يسمع صوتنا، يرد سلامنا، لكن أيضا إحنا تحت ناظر هذا الإمام أو هذا المعصوم اللي إحنا نقبل عليه. كثير من الأمور الشكاوى اللي تأتي أنه بعض الآداب أصبحت تنسلخ من قاعدة الإنسان المؤمن أو من واقع الإنسان المؤمن ومن أساسيات حياته في إقباله على زيارة الإمام المعصوم أو زيارة الشخص الصالح المؤمن عندما ندخل هذه القبور المشرفة. لذا اليوم إحنا علماءنا نشوف في كثير من كتب الزيارات قبل أن نبدأ بالزيارة وبآداب الزيارة هنالك وضعت روايات وأحاديث ووضعت أساليب وأسباب لهذه الزيارة، أيضا هنالك معايير لهذه الزيارة، أنه كيف الإنسان يدخل على إمامه وعلى حجة الإسلام كان في وقته الإمام المعصوم، كيف ندخل على هذا الشخص بأي آداب، بأي روحية، بأي قلب. اليوم هذه الآية الكريمة: لتعزروا رسول الله وتوقروه، هذا التوقير والاحترام أيضا اليوم إحنا نحتاجه مع أهل بيته عليهم الصلاة وأزكى السلام. إذن هنالك آداب عظيمة يمكن أنه يلتزم بها الإنسان المؤمن حتى ينال مراده، وحتى يكون في منظر أو محضر من الملائكة وبلطف من الله سبحانه وتعالى، وأنه الإمام سلام الله عليه لا يشيد بوجهه العفو عنا. لذا اليوم إحنا لما نريد ندخل على الإمام المعصوم، خلينا نقول ندخل على أبي الفضل العباس، صح أنه هو يعني مو إمام، لكن نال مرتبة عالية لم ينالها أي شخص غيره بأسباب ومسببات إن شاء الله نتطرق لها في حلقات مقبلة.
لكن يجب أنه نعرف أنه أبي الفضل العباس أو الإمام الحسين لما ندخل عليهم ونرد قبورهم ما يشيدون بوجوههم عنا، لذا نحتاج إلى آداب. يمكن اليوم في واقعنا لما يكون شخص أمامنا مرموق وإلى صيت في المجتمع وإلى قاعدة وأساس في بنى المجتمع، كان أسري اجتماعي تربوي سياسي، شيء أكيد نقف له وقفة إجلال، يكون كلامنا بمصطلحات منمقة وجميلة رائعة، أسلوبنا تعاملنا إقبالنا على هذا الشخص. إذن لكن مع الأسف في كثير من الأحيان نشوف هذه الأمور مفقودة عند إقبالنا على الإمام المعصوم. اليوم إحنا نحتاج هذه الأمور، لذا توقير الإمام، توقير السادة من أهل بيت النبي هو توقير للنبي نفسه، شيء أكيد في هذا التوقير بشارة إن شاء الله لكل المؤمنين الموالين. وهنالك كثير من الأمور إن شاء الله اللي لما نوقر فيها الرسول الأعظم ونحترمه ونحترم ذريته وأولاده، شيء أكيد راح هنا نعطي حق هذه الشخصية، كان شخصية برد الأمانة، رد الحقوق، احتراما لشخصه. هنالك كثير من الأمور اللي تكون ملاصقة لقضية أنه احترام الشخص وتوقيره وأداء هذه الأمانة، وأيضا راح يكون هذا الإنسان من الفائزين والمبشرين عند النبي الأعظم وعند الله سبحانه وتعالى. إذن بعد ما ذكرنا هذا الشيء اليسير إن شاء الله في حلقات مقبلة نعمم على أمور حبوا الأخوة والأخوات أنه نذكرها في حلقاتنا، حتى إن شاء الله تكون يعني نوع من الإنذار ورجوع الإنسان إلى رشده في قضية آدابنا مع الإمام المعصوم واحترامنا لشخص الإمام المعصوم. بعد ما نشاهد إحنا هذه المشاهد الرائعة والجميلة، ونشكر مخرجنا الفاضل على تلبية هذا الطلب ونقلنا بهذه الصورة الحية الرائعة، إن شاء الله الله يرزقكم حج بيته وزيارة قبر النبي. مثل ما دائما إحنا نذكر في كل حلقاتنا المباشرة وياكم على أنه نحتاج إلى شركاء في عملنا. يعني اليوم إحنا دا نتحدث عن شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الشخص المبارك، الشخصية العظيمة اللي وقف لها عظماء الأرض إجلالا وإكراما، وقال بهذا العدو والند والصاحب والصديق لهذه الشخصية العظيمة. إذن اليوم إحنا محتاجين شراكتكم ميانا، والحسين هو صبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، احترامنا للحسين وإيصال صوت الحسين هو يعني إيصال الصوت الرسالي، الصوت النبوي لكل الأمة. ومؤكد كل شخص يهدي فرد من أفراد هذا المجتمع المكتظ، هذا المجتمع العالمي، شيء أكيد راح يكون هو بعين رسول الله. لما يدخل شخص ويانا يهتدى إلى طريق محمد وآل محمد، فمؤكد راح تكون هذه من الأمور اللي بشر بها النبي، وتعتبر هذه من التوقير لشخص الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسين. إذن إحنا محتاجين شراكتكم ويانا، وشيء أكيد راح يكون وياكم كل شخص مشارك راح يكون إلى سهم ويانا في هذه البناية وفي هذا المقر المبارك إن شاء الله. وناخذ الاتصال. أميرة من أي محافظة؟ نعم، محافظة القادسية الشامية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم يا أميرة من محافظة القادسية، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. متباركين متباركين إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير يا رب. كل إحنا إن شاء الله بخير، أنتم وجميع المؤمنين والمؤمنات. الله يحفظكم إن شاء الله. ممكن يا أميرة تهنئين الإمام الحسين بذكرى ولادة جده النبي الأعظم، أيضا ولادة ولده الإمام الصادق عليه السلام. نعم تفضل. والله نحن صاحب العصر والزمان بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية وعلمائنا ورجال الدين بهذه المناسبة العظيمة. نعم. اللي عمت على المؤمنين والمؤمنات، وكنا إن شاء الله فرحين بهذه المناسبة. نعم. العظيمة. بارك الله بكم، هنيئا لكم يا أميرة إن شاء الله يا ربي الله يرزقكم زيارة قبر النبي الأعظم. نعم تفضلوا. تحبين تهنئين شخص معين، أسرتك، أشخاص بعيدين عليك، تحبين توصلين لهم صوتك بهذه التهنئة المباركة، تفضلوا.
اي والله ان شاء الله ان اختي استراليا اسراء كامل هناك خطيه غريبه وتدعولها هنا بالاذاعه. نعم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب طولت عمرها هي وجخالها هناك بعيده عنا محرومه من الزياره هذه. نعم ان شاء الله تشوفنا وتسمع صوتنا احدكم. والمؤمنات في جميع اللي محبين آل بيت المصطفى، محبين نعم. الحسين، محبين الأنبياء والأئمة كلهم يا ربي إن شاء الله. بارك الله بكم. جميع المؤمنين والمؤمنات وتدعونا إن شاء الله بالعافية إن شاء الله والخير إن شاء الله والشفاء والصحة يا رب العالمين. مؤكد أختنا العزيزة أميرة إن شاء الله يا ربي ندعو لكم بالصحة والسلامة وقضاء الحوائج عن سيدي مولاي الإمام الحسين إن شاء الله. السلام عليك أبا عبد الله، السلام على الحسين نعم. الشهيد وعلى إن شاء الله ننقلكم إلى الزيارة، ننقلكم الآن أمامكم قبة المولى أبي الفضل العباس إن شاء الله. زوروا هذه الزيارة وأطلبوا حوائجكم من باب المراد إن شاء الله، قاضي الحاجات يعطيكم حوائجكم إن شاء الله. إن شاء الله حسن شفاء من جميع الأمراض، هو الله يرضى عنه ويدخلنا إن شاء الله الجنة نحن وجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. العالمين علينا في هذه الدنيا نعم. الدنيا الثانية ما بها إن شاء الله يا رب. بارك الله بكم أخت أميرة. وزور نيابة عنهم أنتم تزورون عن أقواتهم وجميع المحبين إن شاء الله. زيارة مقبولة والأمة الإسلامية إن شاء الله وأجر ثابت إن شاء الله. أطلب حوائجكم يا أميرة من أبي الفضل العباس وأمامكم هذه القبتين الشامختين إن شاء الله يا رب العالمين يعطينا حاجتنا يا رب العالمين الشفاء، ونجي نزور الأئمة إن شاء الله والحسين نزور أئمتنا وإن شاء الله حجة وعمرة، ولو عمرنا ما يسمح لنا بس رب إذا يريد شيء أقول له كن فيكون حتى لا والله هو قادر على كل شيء قدير والله. الحجة والعمرة إن شاء الله وزيارة أهل البيت ما ننحرم منها إلى أن نموت الدار حقنا يا رب العالمين، يرحمنا ويرحم أمة الإسلام والمؤمنين وشيعة أمير المؤمنين يا رب العالمين. وأيمتنا بارك الله بكم يا أميرة، مأجورين إن شاء الله وحوائجكم اللي طلبتوها من أبي الفضل العباس إن شاء الله حوائج مقضية. إن شاء الله يا رب الصحة والعافية، أريد تعويناتي وأريد صحتي وعافيتي، أقدر أطلع عد أمشي والله شوية مريضة ثلاث مرات إن شاء الله صحة وعافية إن شاء الله يا رب ورضا رب العالمين علينا إن شاء الله. الله يلبسكم ثوب العافية يا أختنا أميرة إن شاء الله صحة وعافية وسلامة يا رب، والله ينور بصركم وبصيرتكم كذلك الله يحفظكم. أميرة أنت شيء أكيد من المتبرعين للقناة. نعم نحن نتبرع يعني إلى هذه القناة، لأن أنا أعتبرها هاي القناة قناتي قناة أبا عبد الله، لأن حبي للحسين حتى لو أتبرع بنفسي كلها لأبا عبد الله ما أتندم. نعم بارك الله بكم. أي والله نعم. طيب يعني يا أميرة يعني أنت بهذه تبرعاتك للقناة أنت شيء أكيد يمكن كنت تستمعين أنه في الحلقات الماضية إحنا ذكرنا أنه هذه التبرعات وهذا العطاء للإمام الحسين هذا تعتبر كل شخص يعطوا، أيضا أنت أصبحتي من شركائنا في هذه المقر وفي هذا في هذه القناة، يعني اليوم أنت كل واحد إلى سهم، هذا أيضا من البشارات اللي الإمام الحسين يعطيها لكل شخص يمد يد العون لإيصال الصوت الزينبي والصوت الحسيني. نعم ايوه اي أيوة والله ان شاء الله يا رب نجعلنا من المتبرعين والثابتين على التبرع منا الى ان يوم ادخل القبر معك ان شاء الله بعد عمر جديد يا رب، حتى مدامك اخلي عندي صدقه جاريه يتبرعون بها للاذاعه حتى دامتنا ان شاء الله. بارك الله بكم ان شاء الله تشوفون ثمره صدقه جاريه لبا عبد الله اي يطلبون بكل القناه خصوصا هاي القناه. بارك الله بكم شنو القناه على قناه الشيعه قناه المظلومين قناه اللي العالم كلها ينتظرها ويشوفها ويتابعها. نعم بس ما نقصر عنها ان شاء الله يا نعم. ربي اذا هذه ايضا تعتبر رساله من صوتكم يا اميره، يعني تقولين ان شاء الله بعد عمر مديد انا اخلي صدقه جاريه باسمي أيوة. عند الحسين عليه السلام في هذه البناية أو في هذه القناة المباركة، هنيئا لكم، هذه بحد ذاتها هي رسالة لكل مشاهد ولكل مستمع.
والله. بارك الله فيكم. أيضا هذا دليل من الدلائل على أنه هنالك ثمرة، كل شخص يعطي، كل شخص يتبرع أكو ثمرة لعطائه. نعم اي والله ان شاء الله يا رب العالمين. يا الله ان شاء الله يا رب. خلينا من ثابتين على الولايه الى علمك ولايه علي بن ابي طالب. نعم ان شاء الله ان شاء الله يا اميره يا رب. حياكم الله وشكرا جزيلا لكم ان شاء الله على الاتصال، ويا رب حوائجكم مقضيه ان شاء الله بحق محمد وال محمد. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم لكل المتصلين إن شاء الله اللي يكونوا المتصلين معنا. وفعلا اليوم موقف رائع، موقف جميل من الأخت أميرة، يعني ذكرت أنه هي حتى بعد مماتها إن شاء الله بعد عمر مديد بالصحة والعافية أنه راح تخلي شيء معين من أموالها صدقة جارية على مدى السنين ومدى الأيام. هذه تعتبر الصدقة الجارية وهي للإمام الحسين عليه السلام، للقناة وللبناية. هذه أعظم رسالة وفعلا هذا أعظم إحساس وأجمل إحساس أنه الإنسان يشوف المقابل، يعني يتمنى أنه يكون هو عطاء للحسين ويعطي ويمد يد العون حتى بعد مماته. هذا دليل على أنه نسبة اليقين، نسبة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت، التسليم لهم وحبهم. فعلا هنيئا لكم أخت أميرة وهنيئا لأمثالكم أن الإنسان لما يوصل هكذا درجات في الحب لأهل البيت، في الاستماع لهم. وفعلا بارك الله بكم، الله يكثر من أمثالكم إن شاء الله ويكون لهم سهم وشراكة دائمة ويانا في بيت الحسين عليه السلام. نرجع ونذكر أنه باحتياجات القناة واحتياجات البناية، إحنا على مرور الحلقات اللي مضت ذكرنا أنه منظومات الكاميرات اللي نحتاجها، وأيضا بعدها ذكرنا بعض الاحتياجات من الراك وبعض البطاريات وبعض أنه الأدوات اللي نحتاجها، منها كارت التصريح وبعض الأمور اللي تكون من الأجهزة الكهربائية أو منظومات الكاميرات أو منظومات الحماية. لكن نعرج على أمر أيضا هو جدا مهم ونوصل هذه الرسالة لكل المشاهدين، أنه بيت الحسين وقناة الإمام الحسين عليه السلام نحتاج بها كثير من الأمور غير اللي كنا نطرحها في البوستر أمامكم واللي كنا نتحدث عنها واللي نزلنا ربما فيها بعض الفيديوهات. لكن أكو أمور جدا إحنا أيضا محتاجين إنها، لكن إن شاء الله بمرور الأيام راح نذكرها وأيضا تنزل لكم صور بوسترات بهذه القضية. مثلا إحنا محتاجين لقضية أنه التوصيل للأسلاك الكهربائية، حساسات، عدسات الكاميرات، سقوف ثانوية، أيضا جدار عازل، يعني بعض المواد اللي تكون عازلة توضع على جدران الاستديوهات، أيضا نحتاج إلى زجاج، إلى أبواب. هذه كلها الاحتياجات هذه موجودة ومفعلة، لكن إن شاء الله حتى لا نثقل عليكم شيئا فشيئا نذكرها. واللي يحب يشارك وحسب قدرته وحسب أنه سعة أمواله وسعة أنه مردودة المالي، النسبة المالية اللي عنده زين، ممكن أنه تشاركون ويانا. أيضا هذه الرسالة اليوم إحنا اللي نوجهها لكل من يشاهد وكل من يسمع، ربما يكونون أصحاب المهن، يعني يكون بعض الأشخاص يعني من تجار أو صناع الأبواب، أي كانت أبواب، من أي خامات، يعني زجاج، خشب، بلاستيك، من أي هذه المواد. ممكن اليوم اللي شاهدنا التجار الله يحفظهم اللي يشاهدونا يسمعونا حسب ما أنه اختصاصهم في المجالات العملية الواقعية، ممكن أنه يساعدونا بهذه الأمور، يعني يساعدونا، إحنا محتاجين لكثير من الأمور أيضا غير المنظومات غير الأجهزة. صح هذه كانت مهمة، إحنا دا نطرح على ساحة برنامج بيت الحسين الأهم فالأهم لاحتياجات الضرورية، يعني منظومة الكاميرات هذه إحنا في أمس الحاجة إلها لتكون البناية والقناة مصانة وفي الحراسة. هذه الأمور إحنا نحتاجها. أيضا مثل ما تشاهدون الآن ظاهر عندي على البوستر، إذا ينقلنا المخرج إلى الشاشة نشوف هذه الاحتياجات اللي كنا في الآونة الأخيرة في كل حلقة نطرحها. هذا كارت الترخيص، أيضا هذه بطارية، البطارية القابلة لإعادة الشحن. هذه الأمور إحنا نحتاجها يعني بأمس الحاجة إنها لديمومة البث ولتكون البث بتقنية عالية. زين
نعم، أيضا هنالك كثير من الأجهزة مثل ما ذكرت، إن شاء الله الأخوة الكرام خلف الكواليس يرتبون البوسترات، يرتبون الاحتياجات لأصحاب الاختصاص وتقييمها وأسعارها، وبعدها إن شاء الله ننزلها. اليوم أيضا رسائلنا هذه نقدمها للتجار، لأصحاب المهن اللي يزاولون مهنهم بهذه الاحتياجات اللي ذكرناها، منها أنه عدسات الكاميرات، الحساسات، الزجاج، السقوف الثانوية، يعني هنالك نقول العوازل اللي نحتاجها في الاستديوهات وفي البناية، كثير من الأمور إن شاء الله نطرحها على أسماعكم في برنامجنا، ونوصل لفكرة كيف نكون شركاء وتكونون شركاء ويانا إن شاء الله، ويكون لكم سهم في صوت الحسين عليه السلام. هذا البوستر اللي أمامكم بدأت تشاهدوه على الشاشة. نعم، عندنا اتصال، يلا خلينا ناخذ اتصال من سوسن عباس من سويسرا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ومتباركين بهذه الأيام المباركة لذكرى ولادة الرسول الأعظم وولده الإمام الصادق سلام الله عليه. السلام عليكم عيوني. عليكم السلام. عيوني، وكل عام أنتم بألف خير. وأنتم بخير وعافية إن شاء الله. بالسلامة وبالسلامة، ونخلص من هذا الوباء. آمين. وإن شاء الله إن شاء الله بحق سيدي ومولاي أبا القاسم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أن إن شاء الله هذا الصرح العظيم يكمل ونشوفه وهو كامل يا ربي، أشوفه كامل يا الله ونتباهى به أمام العالم هذا الصرح العظيم. نعم. أي والله. أحسنتم عزيزتي أختنا الغالية، فعلا يعني هذه الكلمة رائعة من عندكم أنه نتباهى به، يعني فعلا أنتم هذه الكلمة تشعرنا أختنا العزيزة أنه أنتم متفاعلين معنا، يعني اتصالاتكم وأن يكون أنه ماكو اتصال أو بعد بيننا وبينكم، لكن أكو تخاطر في القلوب في المشاعر، أنه هذه أمنيتكم الكبرى أن تشوفون هذا الصرح كامل ومتكامل ويبث صوت الحسين عليه السلام للعالم أجمع. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم يتقبل من عندنا هذا القليل إن شاء الله باسمنا وباسم مولانا صاحب العصر والزمان. بارك الله ويا ريت تشرفيني بأنه أزور سيد مولاي أبو عبد الله. يلا إن شاء الله سنقلكم إلى حضرة سيدي ومولاي هنا أمامكم حجيتنا العزيزة، هذا قبر أبي الفضل العباس عليه السلام، إن شاء الله زوروا وطلبوا حوائجكم. هذه أمامكم أيضا قبة الإمام الحسين، وتشوفون هؤلاء الزائرين الرواد لقبر أبي الفضل العباس، إن شاء الله يا رب الله يحسبكم. نعم، هذا قبر المولى أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء سيدي مولاي، زور الحسين. السلام عليك يا حبيبي يا حسين. نعم. السلام عليك يا حبيبي يا حسين يا نوراي يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأروح التي حلت بفناك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي ومولاي حاجتي عندك، سيدي ومولاي حاجتي عندك. حاجتي يا مك سيدي تقضي لي يا سيدي، تقضي لي يا سيدي يا مولاي، انت حي موجود، انت حي موجود سيدي، اثبت لي وجودك سيدي، انت الحل هذه المشكلة وتخلص على خير وسلامة يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين يا نورين يا انت يا حسين، حقك بجاهك عند ربك العظيم. سيدي مولاي إن شاء الله حوائجكم مقضية أختنا العزيزة، يا رب الإمام يسمع صوتك إن شاء الله ويرد السلام عليك وحوائجك مقضية مولاي. إن شاء الله كل شدة محلولة، أنا شدة ما يعلم بها غير هو الله وسيدي يا أبا عبد الله الحسين، شدة كل الكبيرة سيدي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، إن شاء الله كل المشاكل تتصافر عند أهل البيت عليهم السلام وتتضاءل مشاكلكم يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دموعك أختنا العزيزة إن شاء الله يشوفها الإمام ويسمع صوتك ويسمع ندائك إن شاء الله. يا حبيبي يا حسين أختنا العزيزة الله يحفظكم يا رب الله يرزقكم.
بتلف مي حج مينت ماي لورد إخواني سبستون بتلف مي شو مي ترفين سم إيسا بروبلم فردي بنتو ماي لورد السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حسين أدركني يا حبيبي يا حسين أدركني يا حبيبي يا حسين إن شاء الله يلبي نداءكم الحسين. أختنا الفاضلة يلبي نداءكم إن شاء الله الإمام الحسين، يعطيكم مرادكم يا رب، يجمع شملكم تحت قبة الحسين، ترجعون بالسلامة إن شاء الله، ويلم هذا الشمل يا ربي، يجبر خاطركم سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. وإحنا يمكن إحنا قبل حلقتين أختنا العزيزة، قبل حلقتين ذكرنا لكل إنسان مظنوك، لكل إنسان محتاج، لكل إنسان وصلت مشكلته إلى أنه يأس من الحياة وأنه ما إلها حل ولا إلها أي انفراج، أنه نردد هذا الورد 133 مرة: يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف كربي. إن شاء الله هو كشاف الكربات، أهل البيت هم وسيلتنا أختنا العزيزة. إن شاء الله هذه دموعك 133 مرة على وضوء باستقبال القبلة إن شاء الله، وبعدها نصلي ركعتين ونهديها لأبي الفضل العباس. بالفضل هذه مجربة يعني، احنا بعد الحلقة اللي قدمناها كثير من الاتصالات وردت وأكدوا على هذا الأمر، وأنه بعضهم أصبحت بعض الانفراجات وإن كانت بسيطة. لذلك بدموعك أختنا الكريمة ماكو مشكلة كبيرة تعصى على أهل البيت، إن شاء الله بيقينكم، بيقينكم إن شاء الله تقضى الحوائج عزيز. الله يحفظكم، وهذه أيضا بشارة لكم أنتم، الله يحفظكم أنتم، من إن شاء الله يكون لكم سهم ويانا من المشاركين في هذه التجارة اللي إن شاء الله متبور، والحسين إن شاء الله ينتشلكم. آمين. الله يحفظكم. حوائج مقضية إن شاء الله. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أختنا الفاضلة، بارك الله بكم، حياكم، في أمان الله وحفظه. طبعا الإمام دائما نشوف في كل الروايات في كل الأحاديث أنه يشهد على نفسه، أنه كل شخص يدخل عليه بآداب، بإقبال مشاعر، بإقبال قلب، ربما تذرف هذه الدموع، هذه كلها دلائل على استجابة الدعوات. وإحنا نشوف في كتب الزيارة يعني إذا دمعت عينك ولو بقدر جناح ذبابة، إذا أقشعر بدنك، إذا انتابك شيء من الحزن، هذه كلها دلائل وبدايات على أنه قبول الإمام الحسين وإحنا تحت ناظرة. فإن شاء الله أختنا الكريمة اللي من خارج العراق اللي بكت وفعلا تأدينا عليها، إن شاء الله نقولها ماكو مشكلة صعبة أمام الحسين، هذه دلائل إن شاء الله على كشف الكرب عنكم وقضاء حوائجكم بحق محمد وآل محمد وبحق هو سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. يلا ونرجع وياكم، خلينا نشوف الاحتياجات والأمور اللي راح تكونون شركائنا بفضلها، تكونون شركاء ويانا ويكون لكم أسهم في القناة المباركة، قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يعني ممكن أي شخص يشارك بهذه الأعداد وبهذه النسب المالية، ممكن أنه يصبح شريك معانا مهما كان المبلغ اللي نشارك به، يعني يمكن حتى لو 100 دولار يمكن 50 دولار، هذه أيضا هذه النسب القليلة والبسيطة اللي نشوفها هذه عبرها وبفضلها فضلها تصبحون شركاء معنا. فهنيئا لكم، هنيئا لكل شخص يمد يد العون لحتى يكون شريك معنا. امامكم هذا الرف او هو ما نسميه باب امامي زجاجي مرن مع لوحه سفليه. هذا الرف اللي احنا نحتاج من عنده 9 قطع، كل قطعه واحده سعرها بالدولار هو 1334 دولار. أما المجموع الكلي لهذه القطعة التسعة هو 12006 دولار. يعني ممكن إحنا إنه إذا نشارك بعائلة وأسرنا مهما كان حجمها نقدر إنه نحصل واحد أو ربما نصف المبلغ حسب الاحتياج وحسب القدرة اللي إحنا نقدر نعطيها ونكون شركاء ويا قناة الإمام الحسين. إذا هنيئا لكم هذه المشاركة معنا، هنيئا لكم هذا الحب وهذا الود، وإن شاء الله يا ربي نستقبل المشاركين وشركائنا والمساهمين الجدد عبر هذه الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة اللي تشاهدوها، إن شاء الله عبرها تتواصلون ويانا، عبرها إن شاء الله تكونون شركاء وتكونون أيضا مساهمين في إعلاء
صوت الحسين عليه السلام، الصوت الزينبي، وأن كن إحنا كنا أمة مثل ما قال الرسول، يعني خير الأمم في إعلاء راية الدين، راية الإسلام، راية الحق، وأيضا راية المذهب الشيعي، راية الحسين عليه السلام. وهذه الراية إن شاء الله كنا نكون شركاء بها حتى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. الله يجعلنا وإياكم من السائرين تحت هذه الراية وتحت هذا اللواء. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، آملين اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. في أمان الله وحفظ الكريم. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، بيت الحسين.